محافظة الحديدة، حيث خرج أبناء المحافظة بمسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من أمام شركة النفط وتوجهت إلى ساحة التغيير ومبنى المحافظة مطالبين بإقالة حكومة الوفاق ومحاسبة الفاسدين. وحمل المتظاهرون في المسيرة لافتات نددت بفساد الحكومة وفشلها في إدارة البلاد وحماية أمنها وسيادتها، مستنكرين التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلادنا. كما أكد المشاركون في المسيرة استمرارهم في التصعيد حتى إسقاط الحكومة وتحقيق كافة مطالب الحملة السبع. كل حكومة الوفاق يجب عليها أن ترحل، ونحن مصرون وصامدون حتى رحيل حكومة الوفاق الفاسدة، لأنها أخلت في هذا البلد. البلد ليس ملكا لأحد، البلد ملكا للشعب اليمني، ومن حق كل الشعب اليمني أن يخرج. وأنادي لكل فرد في هذا الشعب اليمني أن يناضل وأن لا يستهين، وأن يجعل من نفسه رمزا لهذا البلد بأن يخرج إلى الساحات والاعتصام وأن يناضل لإسقاط هذه الحكومة الفاسدة. الخدمات عندنا ضايعة، ويحني رجعنا إلى الخلف 20 سنة، خاصة في هذه الدولة. هذه فاشلة من مرة، تعرف فاشلة من مرة، ما قدرش يحكم الروتي. الروتي مسكين الله مريض بيوم مرض التيبي، ما حد يقدر يحكم حتى الروتي في البلاد هذه. كل يوم ينقص قد الكيس، يطلعوه صاحب المخبز جنبي مخبز، يطلع باليوم يطلع 100,000 مكسب، الكيس قال 13,000. ما فيش عندنا من يسأله ولا من يسأل به نهائيا. وأما بالنسبة للديزل والبترول والغاز، حدث ولا حرج. البلاد ما مرة يعني أصحاب البوابير قتلوا بسياراتهم هناك. أنا أول واحد سيارتي مقتولة لها أسبوعين، ما فيش معي حتى قطرة ديزل. أولا أنا خرجت في هذه المسيرة يعني من أجل إسقاط الفساد، من أجل إسقاط حكومة الفساد. ندعو كل الأحرار وكل الشرفاء في هذا الوطن ان يشاركوا في هذه المسيره، وان لا يجلسوا في بيوتهم. وهذا يعني دعم يعني للجماهير الشعب اليمني في مطالبتها بحقوقها وحرياتها، ومطالبه باسقاط الفساد، ورفض للوصايا الاجنبيه على الشعب اليمني وعلى الوطن اليمني.